الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. نواصل في موضوع أخانا، وهو قصة إبراهيم عليه السلام ودعوة قومه للتوحيد. فإبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن وأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع إبراهيم في ملته الحنيفية، وأمر أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أن يتبعوا إبراهيم عليه السلام في ملته الحنيفية. ده كله موجود في القرآن. قال الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال الله: ثم أوحينا إليك أي يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والحنيف في الشرع هو المائل عن الشرك المجانب له المستقيم على التوحيد. ده الحنيف، زول واضح، زول بيبعد من الشرك ويخاف من انه يقع في الشرك. قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم وهو أبو الأنبياء بعد أن بنى بيت الله الحرام، قال الله تبارك وتعالى عنه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل شنو هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإبراهيم عليه السلام كما قال إبراهيم التيمي عليه رحمة الله وهو من التابعين، قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إبراهيم عليه السلام بيسأل ربنا إنه يجنب عبادة الأصنام. وزي ما قال لك أخونا قبل، طبعا لما نسمع عبادة الأصنام تربية بتاعت مسلسلات الصنم ده بس ياول بيشوفوه في التلفزيون هناك الحجر المرسوم. لا، في مفهوم قلنا عم من الصنم، ألا وهو شنو؟ الوثن. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري شنو؟ وثنا يعبد. قال أهل العلم: فعلم أن كل ما عبد من دون الله عز وجل صار وثنا محادا لله. شجرة وثن، صورة وثن، ضريح وثن، قبر وثن، زول حائم كده ربنا خلقه عبدوه من دون الله ده وثن فهذا وثن من الأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل. قال الله عن إبراهيم أيضا في أمره لأصحابه، قال الله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فأرشد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية صحابة نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستنوا بإبراهيم في عداوتهم ومحاداتهم للطواغيت التي تعبد من دون الله عز وجل. وهنا تظهر فائدة. الناس اللي بيقولوا لك: يا أخي أنت بين للناس التوحيد بس، تقول لهم يا أخي عبد الله وما تنادوا غير الله وكده. لا، توضح لهم فلان ابن فلان طاغوت، البرع طاغوت يعبد من دون الله عز وجل، المكاشفي طاغوت يعبد من دون الله عز وجل، تجيب اسمهم. وده أصل ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في 6 أصول من السيرة، 6 مواقف. الأصل الثاني قال أن المشركين لم في بداية أمرهم أرادوا أن يدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم، قال: فلما صرح بعداوتهم وسب دينهم كادوا له العداوة. سب دينهم كيف؟
ما قال لهم لا، قال لهم الآلهة اللي انتم بتعبدوها دي ما بتنفع، العزة ما بينفع، اللات ما بينفع، نحن بنجيك هنا بنقول لك البرعي ما بينفع، بنقول لك الكلام ده. زعلت طرشكت مشيت، ما عندنا بيك شريعة، لأنه ده بلغ. بنبلغ هنا وبنمشي في محلات تانية، بيمشوا ببلغوا فيها أخواننا. قال الله تبارك وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة. والخطاب لما نقول للصحابة من باب أولى منه نحن، صح ولا ما صح؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وإبراهيم عليه السلام يا أخوانا، ربنا كما ذكر أخونا قبيل في سورة الشعراء في الآيات، استجاب لدعاءه، لأنه ذكر في الآيات بعد ما ناقش قومه قال لهم شنو؟ قال لهم فإنكم وما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم شنو؟ عدو لي إلا رب العالمين، ودي لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت، وشنو؟ ربنا قدم الكفر بالطاغوت، تكفر بجميع الآلهة. أنت صوفي هاي تكفر بالآلهة بتاعت الصوفية، الآلهة بتاعت الصوفية اللي هم الشيوخ ذاتهم، تكفر بالآلهة وتكفر بالشيوخ بتاعنهم، بعد ذاك يستقيم توحيدك. فما يكفر بالطاغوت، ربنا قال ويؤمن بالله فقد استمسك بشنو؟ بالعرى الوثقى. والعرى الوثقى قال أهل العلم هي شنو؟ لا إله إلا الله. فربنا سبحانه وتعالى في كلامه عن إبراهيم دافع عنه دفاع شديد، لأنه اليهود قالوا إبراهيم مننا، والنصارى قالوا شنو؟ قالوا إبراهيم مننا، والمسلمين قالوا إبراهيم مننا. قال الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان شنو؟ حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. واسم الإسلام هو اسم قديم، لكن إبراهيم أحياه. قال الله تبارك وتعالى في آخر آية في سورة الحج، قال الله وما جعل عليكم في الدين من حرج، هو اجتباكم من قبل، وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم شنو؟ إبراهيم، هو سماكم المسلمين. فالإسلام هو دين إبراهيم عليه السلام، وهو التوحيد، لأنه ربنا فصل عنه في كذا آية. قال شنو؟ قال شلهم الفاتحة داري لما القروش طبعا. قال الله تبارك وتعالى إلا الذي شنو؟ خلقني على لسان إبراهيم فهو يهدين، والذي هو يميتني إلا الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. قال والذي يميتني ثم يحيين. ودي الخصائص ذكرها إبراهيم لربنا سبحانه وتعالى عشان قومه يتذكروا نعم الله فيؤمنوا بالله ويوحدوا ويتركوا عبادة الأصنام. لكن المشرك بليد، المشرك ما بيفهم، بعد ما ذكر لهم الآيات دي لسه ما آمنوا، لأنه في الآيات الثانية في سورة الأنبياء قام شنو؟ ربنا ذكر القصة لما الحطب وجدعوه في النار. قال الله تبارك وتعالى وإذا مرضت فهو يشفين، والذي هو يميتني ثم يحيين. قال إبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، أي ألحقني بالمرسلين السابقين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي لسان الصدق في الآخرين، أي الذكر الحسن كما قال ابن كثير عليه رحمة الله. فجعل الله ذكر إبراهيم عليه السلام حسنا في جميع الأمم، سواء كانوا يهود ولا نصارى ولا مسلمين، لكن كما ذكرنا إن المسلمين أولى بإبراهيم منه من اليهود والنصارى. قال الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم في 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 سورة آل عمران إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أي من الذين آمنوا بإبراهيم وهذا النبي أي محمد والذين آمنوا، أي من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، والله ولي المؤمنين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم،
قال الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم: واغفر لأبي إنه كان من شنو؟ كان من الضالين. أبوه كان ضال. فإبراهيم دعوة دي ربنا نسخها بآية ثانية. قال الله تبارك وتعالى: إن فلما تبين له أنه شنو؟ عدو لله. أبو إبراهيم كان منو؟ كان آزر وهو رئيس القوم. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وده أبوه. وده يبين لك أهمية التوحيد. التوحيد ده بيفرق بين الجنة وأبوه. ها؟ وبين الولد وأخوه. بيفرق بين الناس. أنت تجاني هاي أبوك شنو؟ أبوك موحد بينصحك، ما انصحك ده يخليك بمشي. أنت موحد أبوك صوفي تنصحه تقول له يا حاج بالله عليك الله ربنا يعني يكتب لنا وليك الهداية في الدنيا والآخرة، تنصحه تقول له يا أخي ما في زول بينفع غير الله، والتجاني ده زول ضال وزول بيعتقد أنه بيشوف النبي وهو حي كده. تبين له التوحيد، اقتنع ما اقتنع كمان أنت خليه تمشي، ربنا يهديه. قال الله تبارك وتعالى: واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم كما قال ابن كثير هو القلب شنو؟ الخالي من الشرك والبدعة. زول قلبه نظيف لا فيه نديها غير الله، لا فيه تعلق بالتميم والحجاب، لا فيه طواف بقبة أو ضريح، لا فيه بدع، لا فيه طبول، لا فيه غيره من المنكرات التي تنسب إلى الإسلام زورا وبهتانا. واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الكلام يطول لكن من وراء متحدثين كثر، أنا أقف عند هذا الحد وأقدم أخونا محي الدين فليتفضل مجزيا مشكورا.